يواصل رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو انتقاد سياسة الرئيس التركي رجب أردوغان، متهمه بالفساد في العديد من الملفات ومنها إجراء المناقصات والتخبط في إدارة الاقتصاد، محملا إياه مسؤولية تدهور وإغراق اقتصاد الدولة. فقد سخر أوغلو من التصريحات الأخيرة لحزب العدالة والتنمية التابع لنظام أردوغان حول المسار السيء للاقتصاد وتبريره لذلك بأن هناك متآمرين أجانب، مطالبا بطريقة تحمل نوع من السخرية عن أسماء هؤلاء المتآمرين لقتالهم بجانب نظام أردوغان إن كان محقا. وقال أوغلو في كلمة له بمؤتمر إقليمي لحزبه ببلدية بارتن أنه لو كان هناك متآمرين يلعبون بتركيا لكنا بجانب من في السلطة منذ بداية الجمهورية التركية، لافتا أن حزبه وقف وراء سياسة أردوغان تجاه ليبيا وشرق المتوسط دون تردد. لكن فيما يتعلق بالمتآمرون الأجانب كشف أنها مجرد خيالات لا يمكن التعرف عليها، خاصة وأن أردوغان عارض حجة المتآمر الأجنبي في عامي 2001 و2002، الأمر الذي جعل حزب المستقبل ينتقده بتنفيذ نهج غير متسق عبر تبنيه ادعاءات بالمؤامرات المهاجمة للاقتصاد التركي. وبالخصوص شدد أوغلو على ضرورة عزل وزير الخزانة والمالية البيرقصهري أردوغان كأحد التوصيات للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، حيث نوه بتغافل النظام عن أصحاب المناصب الذين وصفهم بالفاشلين في أداء عملهم، خاصة وأن البيرق اتبع أنظمة لم تكن في صالح بلاده من خلال تطبيق سياسات النقد والاحتياطي والعملات الأجنبية التي تتنافى مع جميع المعايير الدولية، وهو ما جعل الاقتصاد التركي يتخبط، خاصة مع انتكاس السياسة الخارجية لأردوغان وسوء تدخله في شؤون عدد من الدول بغرض بسط سيطرته على أبرز المواقع الاستراتيجية في المتوسط وتوهمه بإرجاع الخلافة العثمانية البائدة.